اول حاجه عايزه اسال حضرتك فيها، ازاي انا كأم اقدر اتاكد ان ابني مؤهل صحيا ان هو يروح الحضانه ومش هيتاثر؟ طيب، من الطبيعي من يوم الولاده الطفل بنتابعه، احنا كاطباء الاطفال بنشوفه مستمرا كل شهر، بنشوف النمو بتاعه والتطور بتاعه وصحته عموما. طبعا. عاده المناعه بتبتدي تشتغل كويس عند 3 اشهر، فانا لو عندي البيبي عمال بيكبر كويس ما فيش اي مشاكل، عقبال ما يتم 6 اشهر او يتم سنه سنه ونص مناعته ماشيه كويس ما بيعياش كتير، يبقى يقدر يخش الحضانه بمنتهى السهوله. طبعا بيبقى عندنا اطفال مولودين مثلا مبتسرين قعدوا مثلا اسابيع في الحضانه، يقولك عندهم مثلا عيوب خلقيه، مثلا الرئه ما اكتملتش، اخذوا علاجات كتيره او تسمم بكتيري، اللي عندهم مشاكل في القلب. طبعا الاطفال دي بناخدهم يعني سبيشال كير، بنخاف ندخلهم بسرعه الحضانه، مش عايزينهم يتعرضوا له اي فيروسات اي امراض ممكن تتعبهم. طبعا في اطفال مولودين طبيعي جدا ممكن على 3 شهر 4 شهر تجيله نزله معويه، هيجيله مثلا نزله شعبيه بنسميها برونكولايتس، والطفل يضطر ياخد علاج بقى ادويه وياخد جلسات. طبعا الطفل ده ما اقدرش استعجل ان انزله الحضانه.